Okay, good morning. Starting to record. Will to call for the attendance. So please respond. If you're here live, yes. If you're not, well, you're not going to answer. Okay, while you're doing that, بدي بس واحد منكم يتبرع البول طالع عند الجميع يعني اي واحد ساينز ان سي طلع لي دكتور بيجيك زي نوتيفيكيشن اور سمثينج تطلع هيك نص الشاشه اوكي ساوندز جود تمام I'm sharing my screen now you're seeing it right okay this is the pool لأنه I've noticed many of your colleagues are not attending live صراحة. Okay, هذا I want to count. Okay, how do I do this? Okay, I'm going to keep the poll running for a while. إذا تكرمت يعني from following the statistics of the access to the e-learning course on Moodle, I've noticed people إلهم أسبوعين وثلاث مش داخلين. So I don't know why. بس I wanted to highlight that the virtual classrooms, I send you notifications أنا كل يوم صح أو قبل كل محاضرة with a link. However, I also put it here قبل اللايف. بعد اللايف, the link is not active anymore. I put the link to the recording, تمام؟ هذه أول lecture عملناها زمان بأيام التستنج. The whole video is here. بعدين the recordings كل يوم بيوم وبنزله. في كويز عامل لكم اياه اليوم. Honestly because attendance is an important issue اليوم especially we have a lot of liberty to attend or not. So please go to the e-learning. Now we're going to do معنا 5 minutes we're going to do a quiz. Okay? Go to your e-learning embedded systems class. Under quizzes and exams, there's a quiz. So I'm starting right now and I'll give you 5 minutes, to get there a minute. Yes, doctor, for your password. Yes, أنا بدي أعطيك كل password بالعمد أن عملته عشان تكونوا live. Okay. Okay. Okay, I lost on a control بصراحة. Am I recording or what? Okay. Yes, I'm time to record. مبين ان انا عم تعمل ريكورد. Yeah, انا هذه اللي عملت لها هايد ضاعت. Okay, anyways. طيب. The password is, I think, small letter كلياته. With no spaces. You see it on the screen, right? سؤال واحد فقط خلال 3 ثواني بتقدروا تجاوبوه للي متابع معنا.
I trust you in not to communicate with each other. دكتور؟ Yes. أنا طالع اسمي بطول بس أنا سرع بس لأني فاتح من لابتوب أختي لأنه I forgot my laptop today. Can you change the name? مش عارفة لأنه بجوز recording فلا مش هادي يغير الاسم. أنت سرعة. Yes. Okay. Can you send me بعد المحاضرة إيميل بهذا الحكي بس عشان ما تضيعش المعلومة؟ Yes, أكيد. Sure. Okay. Did you anybody got to the quiz? Yes, doctor. بس بدي أجيب. يلا أخذت الباسورد. ما بدأش ورقة يا سوى. بدأش ورقة يا سوى. بس إنه. One question. في instruction كتبت لكم إياها. بعد ما تتنفذ هاي الانستركشن شو الريجسترز او الاس اف ار سبيشال فانكشن ريجسترز اللي راح تتنفذ بس الباسورد لانه مش واضح معي سترونجر جوردن سمول كابيتال كله نو سبيسز اوكي سو السؤال از في انستركشن حطيت لكم اياها افتر ذا انستركشن از اكزكيوتد في مجموعة SFR Special Function Registers راح يتغيروا اوكي سو اختار ادق جواب يعني في اجوبة صحيحة وفي اجوبة اكثر صحة اوكي دكتور انا طلعني من الكويز لحاله طلعك من الكويز لحاله يس اوكي I don't know how I'm gonna manage that طلعت من الكويز لحاله شو بدي اعمل لك هسه طيب بدي اعطيكم تو اتمبتس هي لا خلص خلص اي كان كونتينيو ذا لاست اتمبت اوكي يو كان يس يس اوكي سو السؤال هو ما يلي اد دبليو اف 1 هكس كوما 1 بس صار انا مش قابل يفتح معاي مش قابل يفتح معاك في حد ثاني مش قابل يفتح معه يعني انت يور لوجد ان على على الاي-ليرنينج على الاي-ليرنينج ودخلت ولقيت اللينك طيب الباسورد سترونج جوردن يس هاي سترونجر وصلت لمرحله الباسورد معناته تقدر تدخل بس دخل الباسورد صح هيو كاتب لك اياه على الشاشه اوكي I'm gonna close the attempts في حد بعد ما دخل دكتور دكتور it locked me out لأنه فصل النت عندي دقيقة فبدي أرجع أفوت مرة تانية مش عارف إذا حيزبط أوكي I didn't imagine it's gonna take this time دكتور سؤال يس تفضل هلا مش ناقص إيش في السؤال لازم يكون معي قيمة W لا مش ناقص دكتور احنا بس نخلص نعمل سبمت اول اند فينش صح؟ يس اوكي دكتور تكتب لنا الباسورد على الشات قولكم اياه على الشات هيو على الشاشه شايفه؟ S T R O N G E R J O R D A N كل سمول لتر نو سبيسز S T R O S S T R O N G E R J O R D A N
دكتور هو سؤال واحد؟ بس سؤال واحد. والله أنا نايس جاي ما بحبش أغلبكم يعني شغلات سهلة بس إني أتأكد إنكم تابعين. Okay, I'm gonna end the quiz. Okay. How do I end it, Wes? Did you know that getting in shape is only 20% exercise and 80% diet? Yet when correctly. مين بيعمل exercise وقاعد بيشتغل, huh? Okay, quiz. Okay, I'm gonna end the quiz. Everybody done? Yes. لا بيطلع الجواب بالآخر, which is good. Yes. I'm ending the quiz. Close the quiz. Okay. شو ضروري تغير الستاتس؟ بعطيكوا دقيقة ساعة 12 كمان دقيقتين. It's gonna end. 15 خلاص. Close quiz. Okay, أنا راح أمشي بالكورس. ما في دقيقتين اللي بعده بالكويز ما عندنا بالهاش. بس نخلص بالأخير ممكن نحكي كيف حله. إشي تريفيال سهل. Okay guys, so last time we were في chapter 4. Talking about the instruction set, the PIC 16 series. Okay, وصلنا عند decrement F and skip F0. So I'm gonna go here. So let me copy table again. هذا copy, put it here. So last time we were here. We did the decrement F and skip F0. What this does, it decrements a memory location. أنت بتعطي الادرس تاعه وبيخزن الجواب بعد الدكريمنت يا إما بنفس الادرس أو في W حسب إيش بتحدد له دي. وبعدين it skips the following instruction بالبرنامج إذا كان الجواب الريزلت بعد الدكريمنت صفر أو بكمل. شرحناها very well. وقلنا هذه instruction takes one instruction cycle أو two instruction cycles because if it does not skip خلص بتكون already عملت fetch the instruction وراح تنفذها. بس إذا كان ال condition true طلع zero وراح يعمل skip فال instruction اللي عمل لها fetch راح يعملها flush وبعدين يجيب fetch instruction جديدة وهذه ضيعت كمان cycle. Okay, so it's gonna take two instruction cycles. So I'm gonna move faster today لأنه instructions صاروا almost يعني خلص the same concept. Increment F. انتوا شايفين شاشة صح؟ في حد ما خلص الامتحان؟ كلكوا خلصتوا. Good. Increment F. It's just gonna go increment a memory location. It's not gonna increment the memory location. It's gonna increment the data stored in that memory location. So لو حكينا increment F وبعدين what? F is 0x 01 فرضا زي إيش بيشبه اللي شفناه هلا comma 1 وين الجواب؟ فF هذا 0x 01 فرضا انه احنا في بانك 0 طبعا بتعرفوا انه في بانك 1 كمان مقابله وهذا بيكون الادرس تاعه مش 01 شو بيكون 81 صح؟ I assume اذا ما حداش بيسال انكم ذاكرين انه الادرس هير 7 بت وال 8 بت هو البانك ف Okay, so لو كان هون في رقم 0x03 بعد الانكريمنت
F address 1, it's going to go inside, increment this number, okay? We'll see how the rakam ish. Well, it's going to get it 03, بزيد له واحد, بصير الادرس 04, right? And store it where? حسب الدايركشن بيت هذا, لانه 1 is going to store it over اللوكيشن اللي قرأنا منه. If it was zero, راح ياخذوا على الـ W. Okay? And the flags that will be affected, في هاي الحالة only the zero flag. So لو سألتك سؤال زي السؤال اللي سألناه هلا قبل شوي بالكويز, شو الـ SFRs that are going to be affected بعد الـ increment F هاي؟ شو الـ special function registers, الـ SFRs, that they are going to be affected after this executing this instruction. By the way, and I launched a feedback link on the website عشان اخذ رايكم, ويعني في many of the feedbacks or two actually are talking about the time to give you to ask questions. في ناس بقول لك خلي questions للاخير, وفي امنعها يعني, وفي ناس بقول لك يعطينا time to ask questions. أنا شوي confused والله. إذا بتكونش أسألك أسئلة I don't know. Anyways, طيب يعني أسأل السؤال وأجاوبه لحالي. It's not convenient though. بس so increment F هلا address 01 is what? If you go the special function registers, address 01, شو address 01؟ هو تايمر زيرو صح؟ يس والستيتس ريجستر ايضا هذا 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 ادرس 01 تايمر زيرو سو بعد الانكريمنت هذا اللوكيشن راح يتغير سو تايمر زيرو از غانا تشينج وكمان كونه الانكريمنت بتاثر على الزيرو فلاج اوكي سو الستيتس ريجستر الزيرو فلاج بالستيتس ريجستر كمان الستيتس ريجستر راح يتغير وكمان ايش كمان راح يتغير؟ بي سي ال After you execute any instruction, the program counter goes fetches the following instruction and increments, right? To point to the instruction lower half, the program counter is going to increment, right? We know at least the lower 8 bits are going to change. So هاي ثلاثة registers that will be affected by the increment. Okay. تفضل. حتى لو ما كان الدايركشن بت 1 مش برضه التايمر راح يتغير لان التايمر دائما انكريمنتس نو اف اتس نوت انيبل اتس نوت غانا انكريمنت اوكي شكرا اندرستود سو اف از سمارت كويستشن ثانك يو اذا كان هذا 0 الجواب مش راح يتخزن فوق تايمر 0 سو تايمر 0 مش راح يتغير ولا راح يتغير ويل اذا كان انا عامل انيبل في enable the timer zero, في له clock, you select the clock, enable the timer zero. Once I do this enable, هو راح يصير دائما يزيد بدون ما اعمل له اي instruction. In that case, yes, راح يكون يتغير. فهذه يعني if our program was longer, we can put more instructions قبليها. Yeah. Got my point, huh? ممكن كمان سؤال بس yes, الستيتس totally. مش بالضروره يتغير صح؟ Well, يعني it's going to be affected let's say it's going to be affected وهذا انا this is how I wrote my the question affected انه راح يتاثر سواء الزيرو فلاج راح يصير 0 او راح يصير 1 في هاي الحاله صح yes بس ممكن يضل زي ما كان قبل صح اذا كان 0 راح يضل 0 بس انت you don't know انه كان 0 او كان في شيء قبليها so it's going to be affected okay yeah. مش change However, لو يكون عندي complete program, you will see, ممكن تقول هلا zero flag كان one, وبعد العملية هاي طلع ما فيش zero, فzero flags are zero, right? You know exactly it's going to change or not. Okay. هلا increment F and skip F zero, نفس الشيء زي decrement F and skip F zero. So, زي increment F, لو حطيت وراها skip F zero, تمام بعد الانكريمنت راح يعمل نفس الانكريمنت بس الجواب بعد الانكريمنت صار بصير صفر اذا صار صفر it's gonna skip this one skip the following instruction اللي وراها هاي it's gonna skip it
skip instruction one and go to instruction two. تمام؟ وهاي قلنا ممكن تكون close the windows وهاي open the windows. طبعا فيش instruction اسمها close the windows أو ممكن تكون go to a subroutine بعمل أو call a subroutine that closes the windows وهذا go call a subroutine that opens the windows. Okay. طيب ممكن إيش أنا أعمل له increment وصير الجواب صفر؟ Is that possible? F negative. Exactly. FF. FF. If we're talking about unsigned numbers, 0x FF. زيد لها واحد بيطلع الجواب صفر. صح؟ Oops. Yeah. بيطلع الجواب صفر. تمام. I or WF inclusive or ل W مع F يعني اعمل or المرة الماضية أخذنا الآن صح؟ أوبس شو صار؟ ليش هيك؟ المرة الماضية عمل الآن W مع F صح؟ هاي زيها بس بدل and or the same thing ال or هون is bitwise or bitwise مش logical يعني زي بالسي لما كنتوا تقولوا if x or y صح is true do this else do this هذه bitwise إذا عملت double هيك هاي الشحطة بتصير logical or صح بتصير إذا هاي true or هاي true it will go do something true so نفس مبدأ الآن اوكي هلا الموف اف اف كوما دي هلا هذه لو تروح على الانستركشن سيت بالديتا شيت اي ثينك انها موف كمان بس لبي بالديتا شيت موف اف يا ذس از موف اف اف كوما دي موف F, بعدين تعطيه F, D. هيك. What does this do? It goes to a memory location. أنا بعطيه الأدرس تاعه. مثلاً, the instruction is move F. F is 0x0D, comma 1. فبروح على أدرس bank 0 إذا إحنا bank 0 0x0D. Sorry, D. Okay. جواتها رقم. Let's say إن جواتها 2. It will move F. It will move the contents of this memory location. اللي هي الاثنين. وتخزنها وين? Direction bit هون عندي is 1. So it's gonna go move it and store it again فوق حالها. Okay. Yes. واضحة شو ممكن استفيد منها هاي الشغلة يعني ليش بدي اعمل موف للشغلة واخزنها فوق حالها دكتور ممكن الدبليو ريجستر استخدمها عشان اصير اخزن طبعا هاي اوبشن يعني اذا عملت زيرو لو اذا هذه الدي بيت عملته زيرو it's gonna move F من هون هاي وتاخذها على دبليو فهمت سؤالك صح يا سوار؟ يس هو كان بس هيكني بعرف هو yeah. خطر ببالي so move F memory location comma D direction bit 0 so الجواب راح يتخزن في W 0 معناته صح؟ yes. راح ياخذ الاثنين وموف ات لW يس بس لو كانت 1 راح ياخذ الاثنين ويخزنها فوق حالها what did I do هون؟ well يعني شو ليش ممكن واحد بده يعمل هذا الحكي؟ first you wasted an instruction cycle صح؟ يعني ضيعت وقت يعني عملت delay first صح؟ اثنين after the move the zero flags will be affected بمعنى لو كان الرقم اللي انت هون اثنين مثلا you moved it the zero flag is gonna be zero صح؟ بس لو كان الرقم هون صفر وبدك تشيك عليه انه صفر ولا مش صفر you move it write it over itself صح؟ في هاي الحالة zero flag is gonna raise يقول لك zero بعد الموف so you can check you can use it for conditioning right
you know, to check if the contents of a memory location is zero or not. In the same time, you can waste an instruction cycle. With the third usage, you can move the contents of a memory location to W. Okay? يعني أوقف وأدي كثير. تمام. شوف هذا. هلا هاي. Move W to F. Okay. لو رحنا على Move W to F. شايفين كيف شايفين كاتبينها بالinstruction set. Move W F. بعدين F. شايفينها هاي. Do you see the hand? Yes. Move WF, بعدين F, بس. However, in our slides, move W, بدون مش حاطين F هون. To F. So both work. المفروض حسب الأسمبلر, okay? So ممكن تشوفها هيك, ممكن تشوفها زي ما هي مكتوبة بالداتا شيت. With all what it does, it moves the contents of W to F. يعني W شو بصير فيها؟ بتظل زي ما هي, بس باخذ copy من ال contents تاعتها وبحطها ب F. F. الادرس اللي انا بعطيه اياه كلير يس اوكي في شيء قاعد يصير اوكي تمام دكتور عادي سؤال تفضلي هلا موف اف اللي فيها اف دبليو اف ودي قصدي موف اف هاي يس هاي لو كانت انت حكيت لو كانت الدي زيرو راح تاخذ اللي في الاف وتحولها للدبليو صح؟ يس يس اوكي لو كانت دي 1 ايش كانت بتعمل؟ يعني بتاخذها يعني بتقراها ثلاث مثلا وبترد تخزنها فوق حالها سو so, عمليا على ارض الواقع you did not do anything بالنسبه للاف تمام okay? you just wasted an instruction cycle لكن بنفس الوقت بعد الانستركشن الزيرو فلاج از غانا بي افكتد بمعنى لو كان الكونتنت تاع الميموري لوكيشن اف صفر وبعد الموف الزيرو فلاج از غانا ريز اوكي راح يصير واحد اذا الكونتنت كان مش صفر زي هون ثلاث مثلا زيرو فلاج از غانا بيكم ا زيرو يعني راح ينزل زيرو فلاج خلاص تمام اوكي okay. يعني اتس ا واي تو تشيك ذا كونتنتس اوف ميموري لوكيشن اف اتس زيرو اور نوت اوكي Right. So hi, you can use it to move data from move F. You can use it to move data from the memory to W. Hi, you can use it to move data from W to F. يعني صار عندي two-way communication بين W والmemory. Okay. And no operation. Okay. It just wastes one instruction cycle. يعني زي بدك تعمل delay. هيك تضيع بس instruction cycle delay. تمام؟ Anything else? Nothing changes. لا ولا بالspecial function register ولا شيء. It's just wastes one instruction cycle. What does mean wastes instruction cycle? بمعنى يعني قديش التايم اللي هذا اللي راح يضيع لما انفذ النو. It takes one instruction cycle. Depending على الفريكونسي تاعت الاوسيليتر لو قلنا الفريكونسي تاعت الاوسيليتر I did this once بس again is 4 megahertz مثلا time so this means انه هاي الاوسيليتر هاي الكلوك فريكونسي تاعته صح meaning the time من هون لهون is what 1 over 4 megahertz right We saw 0.25 microseconds, right? لكن we know إنه the instruction cycle الواحدة بتاخذ أربعة clock cycles من الأوسيليتر بمعنى هي أبطأ بأربع مرات صح؟ So time اللي the no operation تاخذ حتى to execute is what? 1.25 microsecond ضرب أربعة صح؟ يساوي 1 microsecond. Right? Yes. Yeah. تمام. خلينا ننظف شوي هون. دكتور ممكن سؤال؟ تفضل.
نوب ممكن استعملها عشان اسوي تايمر جوا ال Yes, you can use it for to do delays. أو يعني بقول لك مثلاً أنت مثلاً you want to turn on LEDs تعمله جيب LED وتعمله blink نص ثانية on ونص ثانية off. Okay, فممكن تقول له port B 11111 يعني يضوي LEDs صح بعدين nope بس nope الواحد قلنا بتأخذ قديش 1 microsecond لو بدك تعملها نص ثانية قديش يعني 500 ملي سكند يعني صح يعني بدك تعملها هاي بلوب بدك تحطها بلوب تكررها عدد مرات حتى توصل لل 500 ملي سكند بس yes that's how we do delays that's how we do delays without interrupts there is another way with interrupts راح نجيهم يعني انا بس اعرفكم على instructions وراح نعمل هذا الحكي اللي ببالكم كله ان شاء الله اوكي سو هاي نوب انتم من جماعه اللي بتعملوا بتقولوا نوب وبرو هي أنا جديد علي الأشياء. فبجوز مش فاهمين علي شو كلكم أنتوا كمان الجيل الأصغر منكم. أوكي. RLF rotate left the memory location F هيو through carry فبتعتبر الكاري كأنه الكاري بيت كاري فلاج كأنه جزء من الريجستر F أو من الميموري لوكيشن F يعني 8 بت ساعات F وهذا تاسع وبصير روتيت ليفت خلنا نعملها بسرعة روتيت RLF بعدين F كاما D F كاما D هذه شو بتسوي روتيت ليفت through carry which affects the carry flag okay it affects the carry flag هلا لو قلنا له rotate left the memory location will address 0x 0e comma هلا d بعد rotate when you want to store it خلينا نحكي 0 مثلا يعني W اوكي هلا هاي الادرس 0x 0e جواته في رقم مثلا ايش الرقم 0x a 1 مثلا فبعد الاكسكيوشن للانستركشن هاي روتيت ال اف روتيت ليفت للميموري لوكيشن روتيت ليفت مينز The A is 1010, hi A. Well, 1 is 0001, صح? هلا through carry, through carry. فبتيجي بتحط الكاري كأنه هون. هذا الكاري بت. طيب, الكاري بت, شو كانت قيمته? الكاري بت, طبعا هو وين هو الكاري بت هذا? موجود بالستيتس ريجستر. Exactly, أي بت بت 0 صح؟ فهو يا إما راح يكون 1 يا إما راح يكون 0 صح؟ Oops. Okay, I'm gonna do يا إما راح يكون 0 فأنا I'll put both options فهذا راح يكون يا إما 1 يا إما 0 rotate left means كل بت بنتقل بصير محل البت اللي على يساره rotate left ف والكاري بيجي روتيت روتيشن اسمه والكاري هذا بيجي هيك وبيجي محل اول بت هون فبصير بت 0 لو بدي اجي ارسمها هاي هيك اسوي هاي الادرس 8 بت هاي بعمل بيناتهم بالاحمر هيك اوكي فالكاري راح يجي محل بت 0 هذا بت 0 هذا بت 7 فبت 0 شو راح يصير قيمته لو فرضنا احنا بالاسود بنشتغل
واحد والواحد هاي راح تيجي محل البت الثاني فبتصير واحد صح؟ يب. وهذا راح يجي محل هذا بصير زيرو وهذا راح يجي محل هذا بصير زيرو وهذا راح يجي محل هذا بصير زيرو هذا راح يجي محل هذا بصير زيرو هذا راح يجي محل هذا بصير وان هذا راح يجي محل هذا بصير زيرو هذا وين بروح؟ على الكاري الكاري فلاج بصير وان اوكي فالجواب بعد الانستركشن هاي after this instruction is executed راح يكون راح يتخزن الجواب وين في W اذا W شو راح تصير قيمتها 3x 3 وهاي ايش 4 0x 43x راح تروح تتخزن في W والزيرو فلاج شو راح تصير قيمته 1 صح because this instruction هاي هوينها rotate left it does not sorry the carry flag I meant the carry flag مش the zero flag the carry flag is gonna become one okay yes لو كان هذا الكاري أصلا عملنا shift exactly وعملنا shift left بس ليش سميناها rotate لأنه الكاري بيجي بدخل من اليمين اوكي في بعض المايكرو كنترولرز في عنده شيفت انستركشنز وروتيت انستركشنز الشيفت بدخل اشي هون بس صفر مثلا والكاري خلاص بيطلع برا اوكي هذا الشيفت بس احنا هون اتس روتيت وي شيفتد افري بيت 1 بيت لوكيشن تو ذا ليفت ايوه موست سيجنيفيكانت بيت واز شيفتد تو ذا كاري فلاج والكاري فلاج entered replacing bit zero. دكتور يعني rotate 7 مرات رح يرجع نفس القيمة. rotate كم مرة بيرجع نفس القيمة؟ 7. 7 ولا 8؟ هذا هو مش 7 bit. هاي bit zero لا 8 bit هذا. 8 سوري 8. فثمان 8 rotates بيرجع نفس الإشي yes. تمام؟ تمام اوكي هذه روتيت ليفت وفي زيها بس روتيت رايت في داعي اشرحها زيها فبصير الكاري فلاج رايت يعني هيك محل يعني بيت 7 بدخل محل 7 وهذا محل هيك وهذا هيك واخر شيء هذا البيت بيجي محل الكاري تمام اوكي جريت طيب لو بدي اسالكم سؤال هيك يعني زمان كنت اجيبه سؤال بالامتحان لو قلت لك في عندي memory location memory location 0x0d او بلاش d 6 اللي هو port b صح port b عليه اضويه هاي port b عليه الـ LEDs كلهم وقلت لك الـ LEDs بدي تعكس لي الإضاءة تاعتهم بمعنى لو كان هذا on يعني اثنين on off والباقيين off بدي تعكس بس انت بتعرفش مين الان ومين اف يعني سو لو طلبنا اي ميموري لوكيشن 1101 بدي تعكسهم كومبلمنت 1101 يا يب ذاتس حلو اي لايك ات يا ايمن كومبلمنت يس ات وود دو ذا وانز كومبلمنت يس طيب لو قلت لك الكومبلمنت اف خربانه طيب اقول لك خلنا اسال السؤال بطريقه ثانيه عجيز صارت لا بدي هذا النبل وهذا نبل مش هاي 8 بت سوري بس انا بس بنحك مخنا شويه عشان نشوف شو يعمل روتيت اربع مرات صح
بدي أبدل هذا النبل محل هذا النبل وهذا النبل محل هذا النبل، شو بسوي؟ بعمل روتيت 4 مرات. يب يس ممتاز يس روتيت 4 مرات. طيب دكتور لو بدي أجيب دكتور إذا عملت لو عملت روتيت 4 مرات الكاري راح يفوت بالنص وفي بيت من هدول راح تروح، مش راح يعمل سويتش لأنه الكاري راح يفوت وفي آخر اللي هي البت رقم اللي هي 1 اللي هي الرابعة راح تروح على الكاري، راح يرجع نفس الرقم لأنه الكاري راح يفوت إذا عملت روتيت 4 مرات بس الكاري راح يفوت جوا. صح صح آه مش راح يرجع نفس الرقم. ثانك يو. مين بحكي؟ قيس شاهد شو رأيك؟ صح شكرا. كيف تردين على قيس؟ خلص نعمل compliment. Well, you know, I'm giving it another thought. Is the compliment gonna work? لو بدي أبدل هذول محل هذول. Even the compliment is not gonna work. لو عملت rotate left. دكتور ممكن اعملها باخذ البيت بجيبه هون صح؟ ممكن احكي وبعدين عملت روتيت رايت. احكي يا قيس. ممكن نعمل اي وحده يا روتيت رايت الاول ونشيك على الكاري فلاج ايش هو قيمته، فبعرف انا البيت اللي انا نقلتها على الكاري قديش قيمتها، فاذا 1 برجع بخليه 1 على اساس انه ما اغير بالرقم، انا يكون الكاري نفس الرقم اللي انا بدي اعمله روتيت. You can check the carry. I see. Yes. وبعدين ارجع على روتيت رايت والفهم 4 مرات بعديها. يا في شيء اسهل؟ لو عملت روتيت ليفت وجبت هذا الموست سيجنيفيكانت بت على الكاري وبعدين عملت روتيت رايت شو راح يصير؟ كاني جبت هذا البت وحطيته محل هذا البت صح؟ بعدين روتيت ليفت طيب ضل بالكاري دكتور شو بصير فيه بهاي الحالة؟ لما عملنا روتيت ليفت أول مرة راحت بت على الكاري دكتور بعدين بيجي هون رايت وبيجي البت اللي وراه. احكي مين محمد؟ تفضل يا محمد. أنا ما في اكس اور. طيب ويل اكس اور مشان ايش يعني؟ عشان معون راح يعكس كل بت يعني كأنك عملت كومبلمنت. بس what I'm talking about إني ال 1101 1100 مثلاً أعملها تصير كالتالي 0011 1011. See what I'm saying? The same يعني error. bit 0 تبديل أماكن 7 بيصير محل هذا بيصير bit 7 هذا bit 0 يعني أبدي أعكسهم كلهم وهذا بيت 1 بيجي بحل بيت 6 تمام هيك إذا هيك حتى كومبليمنت ما بتزبط. كومبليمنت ما بتزبط طبعا. هلا نبل مع النبل في هاي الحالة ترى ممكن بدك تحتاج ميموري لوكيشن زيادة يعني بنمر عليهم بيت بيت ونغيرهم بيت عشان اللي بيروح كاري تخزنه خزنه بF1 وهذا F2 يعني لو قلنا اقول لك بدي اعكس محله بدي اخذ كوبي منه هو اللي بميموري لوكيشن 1 بس الميرور تاعه احطه بميموري لوكيشن ثاني. دكتور لو استخدمنا انه rotate LF للميموري لوكيشن 1, 0 فانت بتخزن الجواب W صح؟ ف F1 مش راح يتاثر. well بدك اياه يتاثر بعد 8 مرات. لا بدك اياه 1 بعدين rotate left F2, 1. شو رايكم بهالحكي هذا؟ why do it 8 times right
فانت بتروح على memory location 1 اخذت الموست سيجنيفيكانت بيت. طبعا الروتيت 8 مرات راح يرجعوا كل شيء زي ما كان صح، متفقين عليها هاي؟ يس. بس انت كل مره اخذت هذا البيت اخذته على الكاري، مو كاري بيت واحد، بعدين سوري هاي روتيت رايت، وبعدين روتيت رايت اخذت الكاري ودخلته هون صح؟ يعني كل شيء تخزن بالكاري لو بجرب اطلع لي القيمه ميرور زي ما احنا بدنا اياها صح؟ احكي مع كود روتيشن. مع كود روتيشن الشيء اللي بتخزن بضل اجمعه يعني احفظه في مكان اللي يكون مرتب ورا بعض حيكون هو النتيجه اللي بدي اياها اللي هي الميرور. يا يعني تخيريها هذه الاف كان هيك، بعد الروتيشن الاولى الكاري فلاج صار واحد صح؟ بعدين عملت رايت الواحد اجى هون صح؟ بعدين الثاني الواحد هاي راح يجي هون، والواحد هذا راح يجي هون صح؟ راح يجي محل هذا وهذا راح يدخل محله. بعد 8 تايمز هذول الارقام راح يصيروا مرتبين هيك 1101 كاني عكستهم ميموري لوكيشن ثاني صح؟ دكتور عشان نرجعهم محلهم نعمل روتيت 9 مرات مش 8 مرات. عشان الكاري 1 2 3 4 5 6 7 8 اذا عملنا الروتيت 8 مرات اللي سيجنيفيكانت راح يصير الكاري، اما اذا عملناه 9 مرات راح يرجع محله 1. هي نفس مشكله انه عشان ما بنعرف شو موجود بالكاري. Yeah. ممكن نصفره بالبداية بس يس 9 مرات بس عكسته بمحل ثاني انت صار عندك ميرور عن F1 في F2 هلا بتاخذها على نفس المكان ترجعها. Anyways something كيك تحك مخنا فيه. طيب بعد الروتيت في عندي sub W from F subtract W from F يعني شايفين الاد دبليو مع اف بدل الاد سبتراكت بيريد افكتس اول ذا فلاجز تمام. دكتور سؤال يس بزبط بزبط مثلا هلا الرقم اللي انت كنت حاطه هلا انا الليست سيجنيفيكانت نيبل هلا بعمل انا روتيت لفت 4 مرات وبخزنها مثلا بالدبليو وبعدين لا سوري هلا بعمل روتيت لفت 4 مرات بعدين بعملها اندينج مع 0xf0 بخزنها مثلا بلوكيشن معين وبعدين برجع اذا عملت وبعدين برجع للرقم الاصلي برجع بعمل له روتيت رايت 4 مرات بعمل له اندينج مع 0x0f وبجمعهم الاثنين مع بعض. اوكي بجوز ما تبعتش معك كويس بس وي كان دو ذس براكتيكال لما نيجي نشتغل المحاضره الجاي على الـ على الاسمبلر يعني ممكن نحطها ونكتب البرنامج ونشوف تمام. بس فور شور ذير ار ماني ويز تو دو ات بس يعني اتس فور اس تو ثينك اباوت ات. ويل عندكم محاضره ثانيه؟ انا اكسبكتد I expected to move faster, بس يلا ماشي. So إحنا هذا السلايد خلصناه، the subtract خلاص. You know what؟ حتى طيب I'm gonna let you go. بس اللي ظلوا سهلات المرة الجاي منخلصهم ونكتب برنامج. يعني إحنا نكتب برنامج. I want to introduce the MP lab لكم ونكتب كود. طيب so we are here. Any questions so far? No. طيب, for the sake of the class, I'm going to end the recording. However, did you notice, بعثت لكم برضو أنا notification ومهندس جواد حط announcement على Facebook page that there is an office hour tomorrow. إذا بدكوا أي شيء, you can join. please, حتى أنا اللي بشرحه. If you think إنه there is a problem عندكم you want to talk with me send me an email وانا يعني I'll schedule
an office hour or a Zoom hour, زي المهندس جواد, we can always be. تمام. Okay, so I don't have any idea now how I am gonna end. I'm going to hide. اللي لازم يروح على محاضرته الثانية بيقدر يروح. يعطيكم ألف عافية. أذنك دكتور بس. Can I end the recording? بس I'm gonna end the recording. بس for one, I'm gonna stop sharing and end the recording. Then.